لأنه أنا خديت الدرس وقلت في حياتي عمري ما نحقرش ولد. من أولى الذكريات اللي كنشوف قدامي هي أنا ناعس مع وليداتي سليم وأدم. علاش هاد لافوتو بالضبط؟ لأنه كتبين أنني كنت حاضر. سوفون كيسحبوا من الوليدات باللي أنا كنخدم وكنمشي شهرين وثلاث شهور ويمكن يقولوا واحد الوقت وينساو باللي أنا كنت حاضر معهم. لذلك كانت ابتسام ديما كتصورنا وكنصوروا معهم بزاف باش منين يكبروا يعرفوا باللي باباهم كان معهم. ومن أجمل ما سمعت واحد النهار هو كنا كنشوفوا دي فيديو في التلفازة مع الوليدات وواحد الوقت ونطق سليم ويقول يا وا بابا كنت كتعطينا بزاف ديال الوقت. دونك أحسن كادو يمكن الواحد يسمعه مع عند وليداته. هذا افيك رشيد فكاك، هذه في سارق الأحلام أول فيلم اللي كتعطي لي فيه البطولة، وهذا أول فيلم كان ناخذ فيه جائزة أحسن ممثل في مهرجان طنجة مع حكيم النوري اللي هو هذا حكيم النوري اللي درت معه واحد 4 أو 5 ديال الأفلام واللي كان له الفضل في أنه يقربني بزاف للناس. درت معه عبيرو في صمت، وهذا عبيرو في صمت اللي سميت على الشخصية دياله الصحفي اللي كيموت، الشخصية سليم اللي ولدي دونك لأنه مات وقلت مع راسي بقات فيها الشخصية ولكن باش تعيش غنسميها سليم. هذه لي كابريس دو ماريان، هذه بياس دو تياتر درتها مع لي فرونسي. وعلاش هاد الفوتو بالضبط؟ لأن هذه كان تحدي ديال الإعاقة بالنسبة لي. علاش؟ لأنني أنا قريت العربية، أنا قريت بزاف في دوز الامتحانات بزاف فقط في المستشفى لأنه كنت مريض بزاف الصغر، الشيء اللي خلاني ما نقراش فرنساوية. وهاد لابياس كان تحدي بالنسبة لي كبير، هو أنني نتعلم فرنساوية ونحفظ اون فرونسي. ودرت بياس دو تياتر لي كابريس دو ماريان اون فرونسي، لأنه ما يمكنش نهضروا. أنا من الناس اللي كيقول الناس تجاوزوا الإعاقة اللي عندكم، وأنا عندي إعاقة اللي هي اللغة وما نجاوزهاش، فكانت بالنسبة لي شي حاجة كبيرة. هذه تصوير عزيز عليا، هذه ابتسام كان عندها هنا 28 عام، أنا اكزاكتومون 30 عام، وهنا غادي نتزوجوا 3 شهور مور هاد التصويره تزوجنا. كان اللقاء وكان واحد صديقنا اللي لقاني انا وابتسام هو اللي درنا هاد لا فوتو اللي بقات بالنسبه ليا حاضره ديما. هذا صديق ديالي وي حسن الفد، كتبين احنا كنا باقين صغار، هاد العناق الحار لانه فعلا كانت بيناتنا واحد الروح زوينه. وما عمري ما ننسى انه هو من الناس الاولين اللي خدمت معاهم في مسلسل اللي هو كان حوت البر للفريدة بورقية الله يرحمها، وكنا بجوجنا صغار، والان الحمد لله نجمو وساطع وانا فرحان بالمسيرة دوز. هذه صورة كتجمعني مع واحد مجموعة الناس عزاز، هنا البناني كنشوفو فريدة باليزيد، كنشوفو توريا العلوي، كنشوف فاطمة خير اللي تاهي خداو، هادو كلهم خداو جوائز، حكيم النوري، انا باقي صغير، منافتو امينة رشيد وعزيز سعد الله الله يرحمه. وهذه اول جائزه كناخذ في حياتي من خلال سارق الاحلام. سبحان الله هاد الناس اللي في هاد المنصه داروا مسيره كبيره من بعد، كونكوا صوره كتجمع في لحظه ما وكيمكن يكون عندها تاريخ اخر من بعد. هاد التصويره هذه علاش بالضبط؟ هذه ابتسام هنا في شارع محمد الخامس، وكنظن كان في عمرها 15 ولا 16 عام. هاد في هاد اللاج انا بديت وانا صغير كنعشق ابتسام وكنمشي نشوفها، ما عمري هضرت معها، كنت فقط كنمشي نطلع عليها ونشوفها مع صحاباتها فوقاش كتخرج من المدرسه، معاش كتدخل مع من كتمصاحبه، كانت كتبغي تاكل الزريعه، كانت كتقوز ظهرها، وانا من بعيد كنقول قدي ظهرك ما تعوجيش، بحال اللي كنقول زعما راه انت ديالي خصني نديك. حيت انا اللي ما كيعرفوش الناس، ولو انني قلتها بزاف، وانني ابتسام عرفتها 15 عام قبل ما نتزوج بها، وانا كنشوفها وانا كنعشقها وما عمري هضرت معها، ونهار اللي هضرت معها تزوجنا. دونك ما خديناش بزاف ديال الوقت، الضيجه ضيعت بزاف ديال الوقت. هذه صوره كتجمعني مع محمد السادس الله يطول عمره الله يبارك فيه، وهي مشينا للمستشفيات كنعقل، كنكون في الدار حتى كيتصلوا بيا وكيبغيني نمشي معاه للمستشفيات. ما عمرني ننسى انه واحد المره قال لي راه زعما
كيفرحوا انهم يشوفوا ملك، ولكن لما يشوفوا ان ارتيست اللي كيعرفوه كيفرحوا في نفس الوقت، كيكون عندهم الفرح وكيطمئنوا. هنا كنشوفوا الاشاره ديال محمد الخامس للتضامن، لان هكذا كانت بدات. وما عمري ما ننسى انه واحد المره وحنا جالسين وكانوا كيقروا في الشارات واش فين يبيعوهم وبشحال، وبعض الاصدقاء والمستشارين هضرنا، كان ناض كيهضر في التليفون وهضرنا على اساس فين يتباعوا، وقالوا لي قنعوا باش نبيعوه حتى في المدارس لانه غيعرفوه الناس. لما جا ويلا بغينا نهضروا ويقول انا ما بغيتش الطفل والتلميذ يحير واش يشري شوكولاته ولا يشري بينسا. واحد من الناس اللي قدموني للتلفزيون المغربي واللي عطاني اولى ادوار ديالي الله يشافيه وقعد وسادو اللي هو محمد عاطفي، كان عقل انه تحمل المسؤوليه وما كيعرفني حتى واحد، وقال لهم هو اللي غنعطيو الدور الاول، وكان عقل. وانا في التورنا صورت واحد 15 ولا 20 يوم، واحد من الممثلين المعروفين الله يسامحو غيجي يصور معايا، ولما شافني قال لهم شكون اللي غيلعب بهذا الدور الاول ديال البطل قضية التحقيق، هو يقول لهم قالوا له رشيد الوالي. شكون هو جابني؟ لما جابني ما عجبوش الحال وقدامي عبر انه هذا علاش تعطيو لواحد ما معروفش وباقي صغير ولح السيناريو بحال هكذا، وقال لهم تحملوا مسؤوليتكم. ولكن سبحان الله انا ما كرهته ما حقدت عليه، لانه قلت الى الناس ولا لي جون اوجوردي كيشوفوني كنتعامل معاهم وكنخدموا اونصامبل، لانه انا خديت الدرس وقلت في حياتي عمري ما نحقرش ولد، والعود اللي كتحقروا يعني ربما هو اللي غدا هو اكبر المخرجين، هو اكبر المنتجين، هو فهمتي، وربما تاثر عليه في حياتك. خذ العكس، انك تكون سبب في الخير ليه وانك تدفعه انه يولي واحد النهار نجم ومعروف. هذه من الصور اللي عزيزه عليا. هنا انا باقي صغير، وهنا مع فرقه المسرح الوطني، وهنا في واحد مجموعه ديال المرات كنت كندير معاهم مسرحيه وكنمشيو نقدموهم للراحل الحسن الثاني الله يرحمه. ومورها تولت واحد المجموعه ديال اللقاءات حتى لاخر صوره اللي كان عطاني فيها محمد السادس تكريم بوسام فارس، واللي هديته للوالد ديالي، لانه الاعتراف بالنسبه ليا ماشي انا اللي كنت نستاهل هذاك الوسام اللي عطاني صاحب جلاله، ولكن الوالد ديالي، لانه بالرغم من انه ما كاريش، انه كان جندي، انا كان عندي بزاف الامراض، الا انه ضحى كثير باش انني نكون شنو انا، وامن وصرف عليا حتى في الوقت وانا زعما كنقرا بقى مامن وما مقنطنيش، ودرت المسرح واخا هو ما كانش كيحب انني ندير المسرح، ولكن ما عمرو فرض عليا ندير حاجه اخرى حتى النهار اللي تكونت ودرت وليت شنو انا اليوم. فالحمد لله. انا كنشكر كاع الناس اللي كان لهم تاثير في حياتي، كاع الناس اللي عاونوني في حياتي واحد النهار، كنشكر لا فاميلي لانهم بقاو معايا دائما صابرين على الهم ديالي وعلى الانشغالات ديالي، وكنشكر ايضا الجمهور اللي كان دائما هنا مساندني، وكنشكر الصحافه اللي دعمتني ايضا وقالت عليا كلمات زوينين. واليوم احنا من خلالكم ايضا احنا كنتواصل مع الجمهور وكنهضروا على بوز من نوع اخر.